أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني بزيادة دولة الكويت تمويلها للوكالة بعد إعلانها تقديم مساهمة طوعية بقيمة 30 مليون دولار أخيرا. وقال لازاريني في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف إن أونروا شهدت تسجيل ارتفاع كبير في التمويل الخاص الذي قدر ب 115 مليون دولار بعد التحاق دول أخرى مثل العراق والجزائر بقائمة الممولين عبر تقديم مساهمات طوعية للوكالة. قلق كبير يساور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حيال احتمال تنفيذ هجوم بري على مدينة رفح في قطاع غزة. والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يؤكد أنه لم يطلب من الناس إخلاء مدينة رفح بعد. لازاريني الذي قدم إحاطة للدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف قال إن الدعم العربي للفلسطينيين يمثل مصدرا مهما لتمويل الوكالة، ومن بينه الدعم الكويتي السخي الذي قدم مؤخرا. المساهمة العربية أساسية للغاية بالنسبة للفلسطينيين، لأنهم يعرفون أن العالم العربي يدعمهم سياسيا، ولكن مهم أيضا أن يتم التعبير عن هذا التضامن من خلال الدعم لوكالة مثل الأونروا عبر المخصصات المالية. وبهذا الإطار أرحب بالإعلان الأخير عن المساهمة الكويتية للوكالة بمبلغ 30 مليون دولار، وهذا يضاف إلى مساهمات أخرى من المنطقة. الوكالة بحاجة إلى إيجاد موارد بديلة، والدول العربية بحاجة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين ولا سيما اللاجئين. لازاريني أكد أن المساعدات الغذائية الداخلة إلى غزة ما زالت غير كافية بسبب العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على قوافل المساعدات. كلما طلبنا عبور قافلة من الجنوب إلى الشمال يواجه مطلبنا بالرفض بشكل منهجي، وعندما يمنح الإذن إلى مكان آخر في القطاع تكون الإجراءات معقدة ومرهقة للغاية، وعند الدخول إلى غزة نواجه نظام تفريع تحميل مرهق ومتكرر للشاحنات وساعات عمل محدودة للمعبر وتتغير من يوم لآخر، إضافة إلى إغلاق متكرر عدة مرات أسبوعيا. لازاريني لفت إلى وجود دوافع سياسية وراء مساعي بعض الدول لحل الوكالة، ما قد يقوض حل الدولتين وملف اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن الوكالة ستبقى إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية. يساهم التمويل الذي خصصته دولة الكويت لوكالة الأونروا في دعم البرامج الإنسانية التي توفرها الوكالة لست ملايين فلسطيني يتوزعون ما بين دول الجوار والأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت.